صباح الخير. النهاردة مفروض ان انا هكلمكم عن محاضرة عن الفولاتايل بويزنز. المفروض كانت تديها استاذتنا دكتورة وفاء عبد المنعم، لكن انا هديها مكانها. انا اسمي دكتورة هبة عطية. ايه المفروض نعرفه عن الفولاتايل بويزنز، او ايه الاوبجكتيفز اللي المفروض على اخر المحاضرة النهاردة نبقى عارفينها؟ اول حاجة ان احنا هنعرف ايه الميكانيزم بتاعت الفولاتايل بويزن اللي هي معروفة، وهي من أكثر الحاجات اللي بتعمل توكسيستي زي الإيثايل الكحول، الميثايل الكحول، وزي الكيروسين. كمان مفروض هنعرف ايه الابروتش اللي احنا المفروض ناخده علشان نعالج حالات التوكسيستي اللي بتيجي بالفولاتايل بويزنز ديت، او ايه السيمتومز اللي هي بتظهر عليهم وبالتالي لازم نعالجها. اول حاجة هنبدأ بالإيثايل الكحول او ما يسمى بالإيثانول. ايه هو الإيثايل الكحول او الإيثانول؟ هو السائل ده فولاتايل كلير كالرلس ليكويد، تمام. بيجي منين او السورسز بتاعته؟ بيجي من الفرمنتيشن اوف شوجر اند جريبس. الفيتال دوز بتاعته بتوصل من 200 ل 300 سي سي لو هو بيور الكحول، لكن طبعا في الغالب هو ما بيبقاش بيور وبيبقى مخفف بحاجات تانية. طب بيموت في قد ايه؟ بيموت الفيتال بيريود بتاعته تقريبا في حدود 10 ساعات. طب بيستخدم في ايه؟ الايثايل الكحول ده ليه استخدامات كتيره جدا، منها ان هو بيستخدم كسولفنت، ممكن برضو بيستخدم كانتي سيبتيك، تمام. وكمان ان هو بيتشرب بقى كبيفرج، فبيستخدم في مثلا هنلاقيه في الفنادق السياحيه او القرى السياحيه، ممكن الناس بتستخدمه وبالتالي ممكن يحصل منه اكيوت توكسيستي. طيب المود اوف توكسيستي بتاعته يعني ايه؟ المود اوف توكسيستي هو بيحصل بيه توكسيستي ازاي؟ هل اكسيدنتال ولا هوميسايدال ولا سويسايدال؟ الموست كومون هو ان هو يبقى اكسيدنتال. طب ليه اكسيدنتال؟ لان هو الناس يعني ممكن واحد بيشرب الكحول فبيشرب لغايه ما يعني ايه بيسكر، فبالتالي بيدخل في توكسيستي بدون ما بيحس. كمان في الاطفال، ممكن الاطفال دول يعني يحصل ان هم يشربوا كميه من غير ما يحسوا، فبيدخلوا في اكيوت توكسيستي. الادكشن طبعا، والوركرز اللي هم بيشتغلوا بالالكحول ده كسولفنت ممكن ان هم بيحصل لهم اكيوت توكسيستي باي انهاليشن. هل ممكن يبقى هوميسايدل؟ يعني فيري رير ان هو يبقى هوميسايدل، لكن هو بيستخدم تو فاسيليتيت ريب او روبري. سويسايدل فيري رير طبعا. طب الايثانول ده بيشتغل ازاي، او ايه الفارماكوكاينيتكس بتاعته؟ هو في الاول ان هو بيحصل له الابزوربشن، هنشوف الابزوربشن والديستريبيوشن والميثود اوف ميتابوليزم. الابزوربشن هو بيحصل له ابزوربشن من الجي اي تي بعد ما بيتشرب، تمام. بيبدأ الابزوربشن بتاعه في الستومك، لكن هو اكتر جزء بيحصل فيه الابزوربشن هي السمول انتستين. يعني ساعات طبعا ايه، عشان هو فولاتايل فبيحصل له ابزوربشن باي الالفيولاي في اللنج. طب بيروح فين الديستريبيوشن بتاعه؟ هو زيه زي الميه بالظبط، فبيحصل ان هو بيحصل له رابيد ديستريبيوشن او فيري لارج ديستريبيوشن في اول تيشو، وبيقدر يعدي البلاد برين بارير فبيروح السي ان اس، كمان بيعدي البلاسينتا فبيعمل لي فيتال الكحول سندروم. يعني ايه فيتال الكحول سندروم؟ يعني لو هي ست بريجننت وبتشرب الكحول او بتتعرض للالكحول في شغلها، فممكن بيحصل للفيتس حاجه اسمها فيتال الكحول سندروم، وهنشوف المانيفستيشن بتاعته. ده شكل الفيتس اللي هو عنده فيتال الكحول سندروم، ودي المانيفستيشن بتاعته. بيبقى فيه اندر ديفلوبد جو زي ما انتم شايفين كده اهو. النوز بيبقى فيه لو نيزل بريدج سمول اي اوبننج، النوز دي بتبقى شورت، الابر ليب بتبقى سن، الابيكانثال فولد بتبقى صغيره، وبيبقى سمول هيد. دي المانيفستيشن بتاعه الفيتال الكحول سندروم. طيب احنا خدنا الابزوربشن، خدنا الديستريبيوشن، نشوف ايه هي الميتابوليزم بتاعه
الكحول والاكسكريشن بتاعه بيحصل فين. 90% من الكحول بيبقى ميتابولايزد مينلي في الليبر بانزيم اسمه الانزيم دوت اسمه دي هيدروجينيز انزيم. طب بيحصل له ميتابوليزم الايه؟ بيحصل في الاول الميتابوليزم ده ان الكحول ده بيتحول لاسيتالدهايد زي ما حضراتكم شايفين، تمام، وبعد كده بيتحول الاسيتالدهايد ده لاسيتيك اسيد و سي او و اتش 2 او. طيب الاكسكريشن بيحصل من منين؟ بيحصل الاكسكريشن عشان هو فولاتايل، بيحصل الاكسكريشن من اللي من اللنج لكن تصم ليمت من الكدني عن طريق اليورين. في ليتل اماونت ممكن بيخرجوا عن طريق السويت والسلايفا والبايل والاذر بودي سكريشنز. دي المعادله بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده اهو، ان هو الايثايل الكحول دوت بيت الايثايل الكحول او الايثانول هنا اهو بالالكحول دي هيدروجينيز او الانزيم بتاع الالكحول دي هيدروجينيز في الليفر بيتحول لاسيتالدهايد، اسيتالدهايد تمام. بعد كده الاسيتالدهايد دوت بيتحول لاسيتيك اسيد وميه وسي او تمام. ازاي الالكحول ده بيحصل بتوكسيستي؟ يعني هو خلاص هو بيتعمل له اصلا ميتابوليزم وبيحصل له اكسكريشن باللنج والكيدني، فازاي بيعمل توكسيستي؟ الالكحول ده هيدروفيليك ايجنت، بيزود لي الاكسترا سيلولار ووتر. يعني لما الواحد بيشرب الكحول بيحصل انكريس في الاكسترا سيلولار ووتر، وده بيفسر ان هو لما الالكحول بيعدي البلاد بريم بارير بيعمل سيربرال اوديما، ولازم اعالج السيربرال اوديما دي. ليه بيعمل سيربرال اوديما؟ عشان هو بيعمل اكسترا سيلولار ووتر او بيزود الاكسترا سيلولار ووتر، فبتبدا الخليه بتطلع الووتر اللي جواها في الانترستيشال تيشو، فبيحصل سيربرال اوديما. ده بيحصل في الاكيوت الكحوليزم تمام. وده برضه بيفسر ان اللي بيشرب الكحول بيبقى سيرست، لان الخليه نفسها بيبقى ما فيهاش ووتر او بتطلع في الانترستيشال تيشو. طيب على السي ان اس الكحول بيعمل ايه؟ في ناس بتقول ان الكحول بيعمل ستيميوليشن، ناس تانيين بيقولوا الكحول بيعمل ديبريشن. هو الكحول بيعمل حاجه كومباينيشن كده اهو، هنشوفها بيعملها ليه. في نقطة مهمة ان الكحول يعني في الاول هنشوف معلش شريحتين كده هو بعد دول، الكحول depress CNS in ascending manner، بيبدأ من الكورتكس للمظلة. يعني هو later يعني في الاخر بيعمل depression لل CNS in ascending manner. طب في الاول بيعمل ايه؟ في الاول هنشوف بعد الانجيشن هو بيعمل سلايد ستيميوليشن. سلايد ستيميوليشن دي او انيشال ستيميوليشن ديت مش نتيجة ان هو عمل ستيميوليشن، لا، لكن هو نتيجة ان هو ريموف للانهبيتوري افكت اوف ذا كورتكس، ريموف للانهبيتوري افكت اوف ذا كورتكس. يعني هو بيشيل الانهبيتوري افكت بتاعت الكورتكس. بمعنى ايه طيب الكلام دوت؟ يعني المفروض ان هو مثلا الشخص دوت عصبي، في شخص مثلا عصبي بيشرب الكحول، الشخص دوت بيحاول يتحكم في اعصابه، هي دي الانهبيتوري افكت، فما بيبقاش عصبي طول الوقت. لكن اندر ذا افكت اوف الكحول بتتشال الانهبيتوري افكت ديت، فبتبان عصبية هذا الشخص جدا وممكن يرتكب جرائم under the effect of alcohol. لكن في النهاية الالكحول ده بيعمل depression للسي ان اس. طيب نكمل الستيج الثانية عندنا. الستيج سوري في الستيج الأولانية اللي هي الستيج اوف ايفوريا ديت، ممكن اعمل له انفستيجيشن واكتشف ان هو واخد الكحول ازاي. اول حاجة ممكن عن طريق البريس سميل اوف الكحول، ريحة الكحول اللي هو شاربه. في جهاز اسمه الدرانكوميتر يقدر يعمل لي استيميشن للليفل اوف الكحول تمام. في حاجة تانية تيست كده هو بسيط اسمه الفينجر نوز تيست. ايه هو الفينجر نوز تيست؟ ان انا هبدأ اقول له حرك صباعك قدام ووصله للنوز بتاعتك. طبعا هو في الستيج اوف ايفوريا بيبقى الريتابل فما بيقدرش يوصل صباعه لانفه. طريقة تانية ممكن اقول له جيت ماتش اوت اوف بوكس، ان هو يطلع كبريتة من جوه علبة الكبريت نتيجة الاريتيشن او نتيجة حركة ايده التريمرز كده هو بسيط ما بيقدرش يعمل كده. او ووكينج الونج ستريت لاين، اعمل له خط واقول له امشي اللي على الخط دوت
يمشي على الخط، فما بيقدرش يمشي على الخط لان هو بيترنح. تمام، دي الانفستيجيشن اللي بعملها في الستيج اوف ايفوريا. طيب تاني ستيج عندي اسمها الستيج اوف انيبريشن، ستيج اوف انيبريشن. الستيج الاولانيه اللي هي ستيج اوف ايفوريا بيحصل ديبريشن في الفرونتال لوب، لكن في الستيج ديت بيحصل ديبريشن في البارايتال، في البارايتال والاوكسيبيتال لوب، وكمان في السيريبيلا. يبقى الستيج اوف انيبريشن بيحصل ديبريشن للبارايتال اوكسيبيتال والسيريبيلا. طيب الستيج ديت الالكحول ليفل هنا هو او البلاد الكحول ليفل بيوصل ل 250 مللي جرام بير ديسيلتر. الستيج ديت بيبدا تبان فيها مانيفيستيشن اكتر شويه من الستيج اوف ايفوريا، بيبان فيها سكين مانيفيستيشن. السكين مانيفيستيشن دي عباره عن فلاشنج اوف ذا فيس او فلاشنج للسكين وسب نورمال تمبريتشر، يعني برغم ان هو عنده فلاش ذا فيس وشه بيبان احمر لكن هو بيبقى عنده سب نورمال تمبريتشر نتيجه الفازو دايليتيشن اوف ذا فيسلز. طيب الاي مانيفيستيشن بيبقى فيه بليرنج اوف فيجن، يبدا يشوف الحاجات كده، هو بليرد فيجن يعني حاجات يشوفها كده، هو زي ليها ظل او اتنينات. طبعا نسميه اوف الكحول بتزيد، رابيد ويك بالس نتيجه السيريبرال اتاكسيا او بيحصل له سيريبرال اتاكسيا، الستاجرنج جيت بيمشي مترنح وتريمور الهاند دي بتزيد. الجي اي تي مانيفيستيشن بيبدا عنده فوميتنج وبيبقى فيه هاي كاف، هاي كاف اللي هي الزقطه ديت نتيجه السادن كونتراكشن اوف ذا دايفرام. دي الستيج الثانيه اللي هي الستيج اوف انيبريشن. ثالث ستيج ودي ستيج اخطر اللي هي اسمها الباراليتيك ستيج، وفي الباراليتيك ستيج ديت بيوصل البلاد الكحول ليفل ل 400 مللي جرام بير ديسيليتر. بيبقى الشخص ده وشه سيانوزد دايليتد بيوبل، تمام، او حاجه اسمها الماك ايوينز ساين، اسمها ماك ايوينز ساين. ايه هي الماك ايوينز ساين؟ ان هي البيوبل بتبقى دايليتد، سوري البيوبل بتبقى كونستريكتد بيوبل، لكن مجرد ما انا بشد السكن بتاع الفيس بيحصل دايليتيشن للبيوبل، ودي اسمها الماك ايوينز ساين، ودي مانيفيستيشن للباراليتيك ستيج. طبعا بيبقى فيه البريسنج بيزيد بتاع الكحول، وبيبقى فيه ممكن ريحه اسيتون. اخر ستيج اللي هي الستيج اوف كوما، ودي نتيجه ديبريشن اوف ميدالا، بيحصل ديبريشن اوف ميدالا، والليفل هنا هو بتاع البلاد الكحول ليفل وصل لل LD 50 اللي هي الليثال دوز 50، ودي بتوصل ل 500 مللي جرام بير ديسيليتر، ودي هاي دينجرس ستيج، وممكن بيحصل الديس اخرها نتيجه الريسبيراتوري ديبريشن او الفازوموتر سنتر ديبريشن. فيها سيفير ريسبيراتوري ديبريشن وبريفرال فاسكولار كولابس، بيحصل له سيفير هايبوتنشن والريسبيراتوري ديبريشن هما الكوز اوف ديس. طيب احنا هنا هو خلاص يعني عرفنا الستيجز، وهو جاي في اي مرحلة ببدأ احدد العيان بتاعي جاي في اي مرحلة ابدأ اعمل المانجمنت. طبعا فيرستلي لازم يبقى فيه hospitalization to prevent further administration، لان هو بيبدأ ياخد تاني لو هو مش حاسس هو وصل لاني ستيج. اول ما بيدخل لازم نعمل له جاستريك لافاج. طب الشخص دوت بيبقى عنده سيفير ميتابوليك اسيدوزس، فلازم اعمل جاستريك لافاج بحاجه تساعد ان احنا نقلل الميتابوليك اسيدوزس. بغسل له ب 5% بايكربونات سوليوشن، ممكن يكون صوديوم بايكارب مثلا، ده بيبقى كويس علشان الميتابوليك اسيدوز. طب اغسل لغايه امتى؟ اغسل لغايه ما يجي لي مثلا خلال ساعتين، اكتر من كده بتبقى الووشنج او الجاستريك لافاج ده ليس افكتيف، فبنشوف حاجات تانية. طيب هو عنده ريسبيراتوري ديبريشن، احنا عملنا له اول ما دخل عملنا له جاستريك لافاج لو هو جاي خلال ساعتين من الانجيشن، لكن دلوقتي هو عنده ريسبيراتوري ديبريشن. نعالج الريسبيراتوري ديبريشن بايه؟ بنعالج الريسبيراتوري ديبريشن بستيمولنت. بستيمولنت طب هل اي ستيمولنت ينفع؟ لا، الاناليبتيكال ستيمولنت المفروض ما هي ما تنفعش. انا كفايه عليا خالص ان انا بديله اورال سترونج كافي از سفيشنت. طيب لو هو داخل في كونفولجن بعالج الكونفولجن اللي هي يعني ممكن بعالجها بالديازيبان. طبعا لو هو سيفير ريسبيراتوري ديبريشن ومش قادر يتنفس ممكن بحط له طبعا ريسبيراتوري تيوب او اي ميثود بساعد بيها الريسبيريشن، اعمل له انتيوبيشن، ده مهم جدا عشان الريسبيراتوري ديبريشن.
طيب احنا كمان عندنا سيركيولاتوري ديبريشن، بعالج السيركيولاتوري ديبريشن بايه؟ وما ننساش كمان ان احنا عندنا سيريبرال اديما، فانا بعالجهم، بعالج السيركيولاتوري ديبريشن بصوديوم كلورايد او صوديوم لاكتيت، انترافينوس انفيوجن لصوديوم كلورايد او صوديوم لاكتيت. ده مهم جدا عشان الكولابس السيفير هايبوتنشن اللي حصل له والديهايدريشن والاسيدوزس. طيب الانتراكرينيال تنشن اللي زاد عندنا نتيجة السريبرال إديما ديت، بعالجها بانترافينوس هايبرتونيك جلوكوز، وممكن بديله كمان معاها اورال مغنيسيوم سلفيت، انترافينوس هايبرتونيك جلوكوز واورال مغنيسيوم سلفيت. اما السيركولات الدبريشن بعالجها بصوديوم كلورايد او صوديوم لاكتيت. طيب انا عندي دلوقتي في كميه الكحول موجوده في جسمه، والانزيم الموجود اللي هو الالكحول ديهايدروجينيز بيبدا يغير كل الالكحول اللي داخل دوت، بيحوله لاسيتالدهايد، ومن اسيتالدهايد لاسيتيك اسيد، فبتزود لي الميتابوليك اسيدوز. يعني انا في سيركل كده، هو مش خلصانه بالرغم ان انا بحاول اعالجه. طبعا انا حاولت اشيل كميه من الكحول عن طريق الجاستريك لافوش. طب لكن الابزوربد الكحول ده بعمل له ايه؟ لازم اديله انجكشن اوف جلوكوز وانسولين الاثنين مع بعض، يعني انا هديله جلوكوز وانسولين مع بعض ميكستشر. طب ليه؟ ده بيساعد اكسلريت الاكسيديشن اوف الكحول، يعني بيساعد ان الكحول ده يحصل له اكسيديشن وبيصلح لي الاسيدوز. ممكن بدي معاهم طبعا فيتامين بي 6، ده مهم جدا لان هو بيساعد ان هو على الميتابوليزم بتاع الكحول في الليفر، وبيزود لي الكحول ديهيدروجينيز انزيم اكتيفيتي. في نيو انتيدوت اسمه الريتالين او الميثايل فينيديت، ريتالين او الميثايل فينيديت، وممكن بدي البريدنوزولون معاهم. دول يعني حاجات اثبتت ان هي فعاله شويه. لو هو طبعا وصل للكيدني وبدا يعمل تشينج او رينال فيلير او تشينجز ان كيدني، ممكن بعمل له ببدا اعمل له هيموداياليسيز لو هو البلاد الكحول ليفل زاد عن 4%. ميثايل الكحول او الميثانول، طيب هل هو زي الايثايل الكحول ولا لا؟ هل هو اخطر ولا الايثايل الكحول اخطر؟ هو ده اللي هنشوفه وازاي بيتعالج. هو ده برضو سولفنت بيستخدم كثينر او بنت سينر، ليه سورسز كتيره جدا. المود اوف توكسيستي بتاعته اغلبيتها طبعا اكسيدنتال، ان هو الواحد بيفتكره ان هو ايثايل الكحول وبيشربه على اساس ان هو ايثايل الكحول، فبيحصل اكسيدنتال توكسيستي. او الناس اللي بتبيع ايثايل الكحول بيغشوه بنسبه معينه من الميثايل الكحول، فبالتالي برضو بيحصل اكسيدنتال توكسيستي. في التشيلدرن، في الوركرز باي انهاليشن اوف فيومز، الفيتال دوز بتاعته اقل بكتير من الايثايل الكحول، بتوصل من 15 ل 100 مللي. وبالتالي هنا هون يبدا يظهر عندنا ان التوكسيستي بتاعت الايثايل الكحول اخطر من الايثايل الكحول. هنشوف ليه دلوقتي. الفيتال بيريود بتاعته فيو اورز نتيجه سنترال اسفيكسيا. طيب ايه اللي بيحصل الفارماكوكاينيتكس اوف ميثانول؟ احنا قلنا في الايثانول بيحصل ابزوربشن وديستريبيوشن، وبعد ما بيدخل بيحصل له ميتابوليزم عن طريق انزيم في الليفر اسمه الكحول ديهيدروجينيز. هنا هو بيحصل نفس الكلام، هو الميثانول بيدخل بيحصل له ميتابوليزم في الليفر برضه بالالكحول ديهيدروجينيز، لكن الميتابوليزم بتاعته هي من 1/7 لـ1/5 الريت بتاع الميتابوليزم بتاع الايثانول. عشان كده الميثانول ممكن بيتراكم، بيحصل له اكيوموليشن، وده بيعمل لي ديلي توكسيستي بتاعت الميثانول. طيب هو احنا قلنا برضو في الايثايل الكحول ان الايثايل الكحول بيحصل له ميتابوليزم، بيتحول لاسيتالدهايد وبعد كده بيتحول لاسيتيك اسيد. هنا هو الميثانول بيتحول لفورمالدهايد وبعد كده بيتحول لفورميك اسيد. طب لو شفنا كده هو الفورمالدهايد 33 مرة أخطر من الميثانول نفسه، تمام؟ يبقى بالتالي هنا هو أنا عندي الميثانول أخطر من الإيثانول. ليه الميثانول أخطر من الإيثانول؟ هلاقي الفيتال بيريود بتاعته أقل، الدوز بتاعته عشان يعمل توكسيستي أقل، بيتحول لفورمالدهايد، والفورمالدهايد ده أخطر من الأسيتالدهايد. نسبة الميتابوليك أسيدوزس اللي بتحصل من الميثانول أكتر بكتير وأعلى بكتير من الإيثانول، فبالتالي الميثانول أخطر من الإيثانول. وهنشوف فيه حاجة كمان هو أفكت عليها ما بيعملهاش الإيثانول.
الاكسكريشن بتاعه زي الايثانول عن طريق اللنج وعن طريق اليورين. الميكانيزم بتاعته احنا قلنا هو بيعمل سيفير ميتابوليك اسيدوزس نتيجة الفورمالدهايد اللي بتعمل، والفورمالدهايد ده بيتحول لفورميك اسيد ولاكتيك اسيد، فبيزود لي بيعمل لي سيفير ميتابوليك اسيدوزس. طيب وبيزود كمان الانيون جاب، كل دوت بيعمل ميتابوليك اسيدوزس. في حاجة زيادة مع هنا هو مع الميثايل الكحول مش موجودة مع الإيثانول. الإيثانول بيعمل بلير ديفيجن، لكن هنا هو بيعمل ده بيعمل سيفير اي دامج نتيجة الاكيوميليشن اوف فورمالدهايد ونتيجة الاسيدوزس، فبيعمل لي الريفيرسيبل اوبتيك نيرف اتروفي. الريفيرسيبل اوبتيك نيرف اتروفي يعني بيحصل بلايندنس، والبلايندنس ديت حتى لو انا عالجته وانقذته ان هو ما يموتش، لكن بيحصل له بلايندنس وبيبقى ده نتيجه الريفيرسيبل اوبتيك نيرف اتروفي. وعشان كده هو برضو ده يعني من الحاجات الزياده ليه الميثانول اخطر من الايثانول. المانيفستيشن بتاعته هنا هم المانيفستيشن شبه الايثانول في الاول، بس بتبقى كمان ليثر اكستنت يعني اقل بكتير، يعني حكايه الايفوريا دي بتبقى قليله، بتظهر المانيفستيشن بتاعته من 3 ل 36 ساعه، وبعد كده بيدخل في سيفير مانيفستيشن، يعني هو بيبدا ابطا من الايثانول. طيب ايه المانيفستيشن اللي بتبدا؟ ممكن بيجي لك العيان بتاع الميثانول توكسيستي دوت بكل المانيفستيشن بتاعته ان هي في الاول بدات بجي اي تي مانيفستيشن، نوزيا وفوميتنج كوليك بين دياريا، وبعد كده بيدخل في سيفير هيموراجيك بانكرياتيتس. إيه ممكن بيجي بعد كده او كومبايند مع الجي اي تي مانيفستيشن اللي هي سي ان اس مانيفستيشن، هيديك ديزنس ديليريوم كونفولجن كولد اكستريميتي. الاوبتيك نيرف دي المانيفستيشن بتاعته دي مهمه جدا، يعني لو انا خليت حد بتاع رمد يبص على الريتنا او الاي هيلاقي بدات الاوبتيك نيرف دامج وريتنال ايديما اي بين بلير ديفيجن لغايه ما يحصل البلايندنس دوت، وزي ما قلنا كده هو ده الريفرس. بعد كده بيبدا يدخل في الريسبيراتوري والسيركيولاتوري ديبريشن وكوما اند ديث. طيب نعالجه ازاي؟ نعالجه في جزء في الاول كده هو شبيه بالايثانول، ان انا لازم لما يدخل لو دخل لي خلال ساعتين بعد الانجيشن اوف ميثانول لازم بنعمل له جاستريك لافاش. طيب بصلح الاسيدوزس، احنا قلنا في سيفير ميتابوليك اسيدوزس بصلحها زيها زي الايثانول، بستخدم صوديوم بايكارب علشان ابدا اصلح الاسيدوزس واعمل منتين لغايه ما اليوريناري بي اتش تبقى مظبوطه. طيب عندي انتيدوت، عندي انتيدوت، احنا هناك في الايثانول قلنا في انتيدوت جديد كده هو اسمه الريتالين، لكن هنا هو الايثانول بيستخدم كانتيدوت. طب ليه استخدم الايثانول بالرغم ان الايثانول برضه ليه توكسيستي؟ لان انا ده بيعمل كومبيت بيتنافس على الانزيم اللي هو الالكحول دي هيدروجينيز مع الميثانول، يعني لو انا اديته ايثانول هيبدا الالكحول دي هيدروجينيز يشتغل على الايثانول ويسيب الميثانول. طب لما بيسيبه في الجسم خلاص هو موجود في الجسم ما بيتحولش لفورمالدهايد وفورميك اسيد، وده اللي هو الخطوره بتاعته ان هو يتحول لفورمالدهايد وفورميك اسيد، فانا بوقف الميتابوليزم بتاعه عن طريق ان انا بدي ايثانول، فالانزيم بيتجه للميتابوليزم بتاع الايثانول وبيسيب الميثانول. تمام لو هو بدا ياثر على الكدني طبعا لازم بيعمل له هيموداياليسز او بريتونيال داياليسز، ده بيسرع لي ان انا اشيل الميثانول من الجسم. طيب بنقول ايه هي الميكانيزم بتاعت الكلوفارين كالسيوم؟ انا عندي دلوقتي في كميه ميثانول دخلت جوه جسم الشخص دوت، كميه منها بدات يحصل لها ميتابوليزم وتحولت لفورمالدهايد وفورميك اسيد. تمام والفورمال المشكله عندي في الفورمالدهايد والفورميك اسيد، الكلوفارين كالسيوم ده بيسرع الميتابوليزم بتاعت الفورمالدهايد اللي اتكون بيحوله لسي او 2، فبالتالي الفورمالدهايد مش قاعد في الجسم لفتره طويله، وبالتالي ما بيعملش الافكت بتاعه على الاي والميتابوليك اسيدوز. تاني حاجه اللي هي من الانتيدوت الجديده اللي هي اللي اسمها ميثايل بايروزول او فور ميثايل بايروزول، ده بيعمل ايه؟ ده انهبت الالكحول ديهيدروجينيز. طب لما هو انهبت الالكحول ديهيدروجينيز طب يعني انا استفدت ايه؟ استفدت ان الميثانول اللي هو خده ما بيتحولش الفورمالدهايد وفورميك اسيد لغايه ما اشيله من الجسم.
طيب ينفع ان انا ادي الايثانول مع الميثايل بايروزول؟ طبعا ما ينفعش، ما برغم هما الاثنين انتيدوت، لكن انا عندي الايثانول برضو بيحصل له ميتابوليزم بالالكحول ده هيدروجينيز، يعني انا كده هو عندي ايثانول وميثانول موجودين في الجسم، فانا بزود التوكسيستي. يعني لو انا هدي الميثايل بايروزول او هو موجود عندي ما بديش ايثانول، يبقى انا عندي ليكوفارين كالسيوم والميثايل بايروزول دي من الانتيدوت الجديده. طيب احنا كده خلصنا الايثانول والميثانول. في حاجة مهمة تانية من الفولاتايلز اسمها الكيروسين، كلكم سمعتوا عنه طبعا، وده فولاتايل هيدروكربونز. تمام، ايه الخصائص بتاعته؟ هو فولاتايل كولرلس، ليه طبعا سبيسيفيك اودر كاركترستيك باد اودر. بيستخدم في ايه الكيروسين؟ الكيروسين ده بيستخدم كهاوس هولد فويل، كان زمان بيستخدم في بوابير الجاز لما كانت بتتعمل في البيوت لما كان ما فيش بوتاجازات، لكن كمان حاليا بيستخدم في بعض الصناعات وهو موجود فعلا، واحيانا بيستخدموه برضو في البيوت. المود اوف بويزنينج اغلبه اكسيدنتال في الاطفال الصغيرين، ان هو ده كولرلس فبيتحط في ازايز مثلا في البيت، بيستخدم مثلا بينضفوا بيه حاجه او بيستخدم في اي حاجه في البيت، فبيتاخد الطفل بيفتكروا اي حاجه تانية وبيبدا يتاخد اكسيدنتال. في الوركرز طبعا باي انهاليشن، لان هو نتيجه ان هو يعني في صناعات المطاط وكده هو بيستخدموا الكيروسين، فممكن الوركرز دول بيتعرضوا للانهاليشن اوف لارج اماونت اوف كيروسين. الفيتال دوز بتاعته قليلة قوي اللي هي 20 ملي من الكيروسين. بيشتغل ازاي؟ بيشتغل mainly by irritation of the lung، بما انه هو volatile agent فبيعمل irritation لللنج وبيحصل aspiration طبعا عن طريق اللنج، فبيبدأ يعمل التوكسيستي بتاعته. الاكسكريشن mainly by lung، بيعمل severe CNS depression لو هو اتاخد في large dose. المانيفستيشن بتاعته بتبدا المانيفستيشن برضو زيها زي الايثايل الكحول والميثايل الكحول، بتبدا بالجي اي تي مانيفستيشن، نوزيا وفوميتنج كوليك ودايريا. تمام، بلاد تنجد ستول، بيحس ان هو بسنسيشن اوف بيرن في الثروت مع ريحه الكيروسين، ونتيجه ان هو كل الاكسكريشن بتاعه بيحصل عن طريق اللنج فبيحصل سيفير بالمونري اريتيشن نتيجه الريحه بتاعته، كمان كف ودسنيا، وبتبدا الكف والدسنيا دي بتزيد لغايه ما توصل لبالمونري اديما وممكن يدخل في كيميكال نيمونيا. كمان بيعمل سي ان اس ديبريشن، بيبدا الشخص ده يحصل له ويكنس دراوزنس وسلو شالو ريسبيريشن وكوما وسيانوز. الدس بيحصل نتيجة الريسبيراتوري ديبريشن، أو ممكن لو هو ديلايد شوية بيبقى نتيجة السيفير نيمونيا الكيميكال نيمونيا اللي بتحصل، ودي بتحصل بعد خلال 24 ساعة. ازاي اعرف ان الشخص دوت واخد كيروسين؟ عن طريق طبعا الهيستوري بيبقى واضح جدا، او عن طريق شويه انفستيجيشن بشوف له الاعراض حصلت له ايه. اكس راي على الابدومن الاقي فيها فلويد ليفل ان هو شارب كيروسين فبيبقى فيها الفلويد ليفل، او اكس راي على الشيست لو هو باي انهاليشن وحصل له سيفير نيمونيا. بعمل بلاد بيكشر بيبقى فيه طبعا انيميا، وممكن اعمل ارتيريال بلاد جاز هلاقي ميتابوليك اسيدوس. طيب نعالجه ازاي؟ هل نعمل اميسيز او جاستريك لافاج؟ لا، هنا ما ينفعش نعمل اميسيز خالص، كونترا انديكيتد. ليه؟ لان انا لو عملت اميسيز ده هيدروكربون او فولاتايل هيدروكربون ممكن بيحصل لي اسبيريشن، فما ينفعش اعمل اميسيز. طب ينفع اعمل جاستريك لافاج؟ ينفع اعمل جاستريك لافاج، بس بعد بريكوشنز كده هو معينه، ان انا لازم اركب له كافد اندوتراكيال تيوب علشان احافظ على الاير واي من الفيبرز اللي بتطلع نتيجه من الجاستريك لافاج. لازم ياخد اكسجين انهاليشن، ولازم ادي له ريسبيراتوري ستيمولانت، ولازم ادي انتيبيوتيك علشان السيفير نيمونيا والانفكشن اللي بتحصل في اللنج نتيجه الانهاليشن اوف كيروسين. طيب هل في انتيدوت للكيروسين ولا لا؟ هي كل الانتيدوت عباره عن فيسيولوجيكال انتيدوت زي الاتروبين، بديه 1 ملغ انترافينس ده بينشف لي السكريشن. تمام، لو هو حصل له كيميكال نيمونيا ممكن ادي كورتيكوستيرويد، بس هي مشكله الكورتيكوستيرويد بيقلل الاميونيتي، لكن هو ممكن بيعالج ليه النيمونيا اللي حصلت. ادي برونكودايليتورز، ولو حصلت فوق الكيميكال نيمونيا حصلت بكتيريال نيمونيا وفيفر لازم ادي انتي بايوتيك وانتي بايريتيك.
طيب ده الاكيوت كيروسين توكسيستي. هل ممكن تحصل كرونيك كيروسين توكسيستي او بويزنج؟ اه ممكن تحصل في الوركرز اللي هم بيشتغلوا في المصانع او في الاماكن اللي بتستخدم الكيروسين، فبيتعرض لكميات قليله لفترات طويله. دي يعني هو بيحصل نتيجة inhalation of small doses في الاندستري، وده من الكريتيريا بتاعته ان هو بيبقى العامل ده دايخ على طول، dizziness, insomnia، بيبقى weak وanemic وpain في الليمب والباراسيزيا. طيب علاجها ايه ديت؟ المفروض ان انا اعالجه ازاي؟ المفروض ان انا مجرد ان انا شخصت ان هو ده chronic kerosene poisoning، ان انا ابدأ اغير له مكان عمله او ان انا اخليه يريح شوية لفترة معينة لغاية ما تتحسن، تبدأ تتحسن الانيميا والديزنس ديت، وابدأ اعالجه بحاجات تظبط الكيروسين ليفل في جسمه، وبعد كده ممكن يرجع لشغله. لو هو هاي سيفير هاي ليفل يبقى لازم يغير مكان عمله. اتمنى ان كنتوا تكونوا يعني الموضوع يتفهم كويس وما يكونش فيه ان شاء الله اي صعوبات، ولو في اي مشكلة ممكن تتواصلوا معي. شكرا.